الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصة النهاية. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل نهايتنا جميعا في الفردوس الأعلى، وأن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى في أعلى درجات الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين. بدعو للحج نبيل فارس، وأدعو لابنتي ردينة محمود المصري، وأدعو للواء يوسف حسن، ووالدة الأستاذ محمد الفاتح، ووالدة وحمات الأستاذ كريم السويفي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا. ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. وأدعو للموتى، بدعو للحج العزيز الحج أحمد درويش، وأدعو لوالد مخرجنا الجميل الأستاذ أحمد عبد الله، توفي اليوم والده ربنا يرحمه. وأدعو لأبي وأمي وجميع موتى المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يلحقنا بهم على خير يا رب العالمين، وأن يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى، اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض، دي الحلقة الخامسة والأخيرة في مقدمة كتاب قصة النهاية. ثم من الحلقة اللي جاية إن شاء الله، من يوم السبت اللي جاي، هنبدأ في شرح علامات الساعة الصغرى. ثم بعد أن ننتهي من شرح علامات الساعة الصغرى، هنبدأ في شرح علامات الساعة الكبرى، ثم نذكر التفاصيل التي ستحدث قبل قيام الساعة، ثم بعد ذلك نشرح كيفية قيام الساعة. يا رب اللهم احفظنا يا رب واسترنا، وإن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ونجنا يا رب أن تقام الساعة علينا. اللهم لا تجعلنا ممن تقام عليهم الساعة، فقد أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. اللهم اجمعني وإياكم مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم عن الناس اللي كذبت بالبعث والنشور، الناس اللي قالت مفيش آخرة، ده هو الواحد بيموت من هنا وخلاص وأكون ترابا والدنيا انتهت والحياة جميلة وبراحتك بقى تظلم ولا تسرق ولا تغتاب ولا تنم ولا تعمل اي فاحشه، ما فيش مشكله خالص، لان ما فيش رب يحاسب وما فيش اخره. هو ده اعتقاد هؤلاء الناس. تعال نشوف النهارده كيف رد المولى عز وجل عليهم، وكيف رد عليهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مساله التكذيب بالبعث والنشور. ولذلك من الخطا حبيب قلبي ان واحد يجي يقول مثلا ايه فلان دوت مات، يقول لك ذهب به الى مثواه الاخير. لا، ده مش مثواه الاخير. كلمه مثواه الاخير ديت معناها ان احنا بنكذب بالبعث والنشور من حيث لا ندري، لان المثوى الاخير لا يكون الا في الجنه او النار. ربنا يجمعنا واياكم في الجنه. اذن المثوى الاخير هو الجنه او النار، اما القبر فهو مرحله انتقال فقط، يعني مرحله بنقضيها ثم بعد ذلك ربنا قال ايه؟ قال الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال أحد السلف فلا بد للزائر من رحيل، فالقبر زيارة، احنا بالأرض زيارة كده في المقابر، ثم بعد ذلك لابد أن نرحل لقيام ليوم القيامة حتى نلقى الله عز وجل ونقف بين يديه فيسألنا عن كل صغير وكبير. يخبر المولى عز وجل عن الذين كذبوا البعث والنشور،
قال جل وعلا وقالوا أئذا كنا، وهنا بقى في استدلالات كثيرة جدا بآيات، فأنا إيه يعني نعيش مع بعض كده فيها بسرعة ثم بعد ذلك نختم بعنصر جميل جدا النهاردة إن شاء الله. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني مستكترين، معقولة بعد ما نبقى كده عظام ورفات وتراب وخلاص وخلاص الجسد بقى انتهى، معقولة هنرجع مرة تانية نبعث؟ قال جل وعلا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة الله أكبر فسينغضون إليك رؤوسهم ويكون متى هو، ما دام ربنا هيبعثنا إمتى الكلام ده؟ قال جل وعلا قل عسى أن يكون قريبا. فعلا كل ما هو آت فهو قريب، زي قال جل وعلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا توعد كل من كذب بيوم البعث والنشور، قال جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، شو أنت قلت ما فيش يوم القيامة؟ طب تعالوا بقى أنتوا واقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى دلوقتي، ها كان في بعث وفي قيامة ولا ما فيش قيامة؟ شو أنتوا كذبتوا باليوم ده؟ أديكوا واقفين في اليوم ده واقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى بتحاسبوا. قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوكوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة فجأة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قال جل وعلا وإن تعجب فعجب قولهم، لو عايز تتعجب بقى اسمع الكلام العجيب اللي هم قالوه أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. قال جل وعلا أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دي مقدمة بس كده عن الناس اللي كذبوا بالبعث والنشور وإزاي ربنا سبحانه وتعالى وضح لهم عقابهم يكون عامل إزاي سبحانه وتعالى. قال جل وعلا مخبرا عن واحد من الكفار اسمه أبي بن خلف، ويقال أن الرواية دي توردت عن العاصي ابن وائل، بيقول أن هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراح ماسك شوية كده عظام مر عليها زمان طويل جدا لحد ما العظام دي بقت إيه يعني عارف تمسكها في إيدك كده تتفتت، وراح رايح بعظام بالمنظر ده عظام قديمة جدا، وراح رايح للنبي عليه السلام بيستهزأ وراح ماسك العظام دي وراح مفتفتها كده، قال له أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا؟ وراح مفتفتها، واخد بالك من المنظر عامل ازاي؟ بيقول له بقى أنت بتزعم إن العظم اللي أنا بفتفته ده دلوقتي وبقى تراب دلوقتي قدامي على الأرض بقى ربنا هيبعث هذا؟ قال أجل يبعثك، خد بالك بقى شوف بقى شوف الكلام، قال أجل يميتك الله عز وجل ثم يبعثك ثم يدخلك النار. فنزل قول الله عز وجل أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة سبحانه وتعالى وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله، فأنت جاي بتتحدى إيه؟ جاي بتتحدى إن ربنا مش هيخلق الخلق ده ولا يعيده مرة تانية؟ لا، قال له يميتك الله عز وجل ثم يبعثك ثم يدخلك النار. لأن اللي قال الكلام ده مين؟ ده واحد كافر، العاصي بن وائل أو أبي بن خلف، والاثنين يعني زي ما يقولوا كده يعني ما يتخيروش عن بعض، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. عايزك تتأمل معايا في الحديثين دول حاجات، والله سبحانك يا رب، ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس ويعلم يقينا ان في ناس رايحه النار وفي ناس رايحه الجنه. ولذلك لما ربنا خلق ادم عليه السلام اخذ نسمات من ظهر ادم بيده اليمنى سبحانه وتعالى ثم قال هؤلاء في الجنه ولا ابالي، ثم اخذ نسمات اخرى بيده الاخرى ثم قال وهؤلاء في النار ولا ابالي. بعض الناس بتقول الله، طب ما دام اتعرف بقى خلاص اهل الجنه واهل النار ففيما العمل؟ الصحابة سألوا النبي نفس السؤال على فكرة، يعني السؤال ده خطر على بال الصحابة زي ما خطر على بالكم، ما دام هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي خلاص يبقى يعني ما ممكن أكون أنا في القبضة اللي كانت في النار فهعمل ليه واشتغل ليه؟ قال لك لا، الله عز وجل لا يجبر أحدا
على ان هو يعني ان انا خلقتك عشان ادخلك النار، لكن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان كيف كان يكون. الله يعلم مسبقا، وعايزكم بالله عليكم ركزوا في المهم في المسألة المهمة دي. الله يعلم مسبقا ان فلان ابن فلان لما ربنا هيخلقه سبحانه وتعالى وبعدين تعرض عليه كل اسباب الهداية سيهتدي وسيكون انسانا صالحا مسلما مؤمنا ويكون من اهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وشخص اخر تعرض عليه نفس اسباب الهداية، تعرض عليه كل أسباب الهداية وييسر له كل أسباب الهداية فيختار أسباب الغواية والضلال فيدخل النار. هل ربنا أكبره؟ ما ربنا ما أكبروش. ربنا سبحانه وتعالى له مشيئة وللعبد مشيئة، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. قال جل في علاه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت للعبد مشيئة وللرب مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. لكن في النهاية ربنا سبحانه وتعالى خيرنا بين طريق الخير وبين طريق الشر، امشي في الطريق اللي انت عايزه. الله لا يجبر احدا على فعل ايه؟ على فعل الطاعه ديت. ربنا ما بيقولكش لا اوعى تصلي عشان عايز ادخلك النار، محال. مش ربنا اللي يعمل كده، ربنا اللي قال سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لما ربنا بيقول عن يوم القيامه لا ظلم اليوم سبحانه وتعالى، فما فيش ظلم، محال ان يكون في ظلم سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى شوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام بيوضح لك بقى في حديثين حاجه في غايه الروعه. بيقول ايه؟ الحديث الاولاني رواه احمد بسند صحيح، تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه: كلا انا خلقناهم مما يعلمون. ثم بصق النبي صلى الله عليه وسلم على كفه ثم قال، بصق النبي على كفه ثم قال، أصبحت عفوا يعني البصقة على كف النبي عليه السلام، ثم قال: يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. سبحان الملك، حتى إذا سويتك، ده أنا خلقتك من نقطة يعني من ذرة من مني، ذرة. شوف المني في ملايين الملايين من الحيوانات المنوية في القطرة الواحدة، ورغم ذلك هو حيوان واحد فقط الذي يتفاعل مع البويضة فتكون أنت يا إنسان. فالنبي عليه بصق في كفي ثم قال: يقول جل وعلا: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك خليتك بني آدم وما شاء الله بعدما كنت يدوب يعني حاجة لا يعني لا ترى بالعين المجردة عشان يتشاف تتشاف بميكروسكوب، ولما بقيت راجل وليك عضلات وجسم وطول بعرض، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين، ماشي بقى تتكبر وتقول يا أرض تهدم عليك أدي، وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي، بدلت بقى تجمع وتمنع وتطمع وتسرق وتظلم وترتشي وتظلم الناس وتاخد حقهم، وبعدين في النهاية أول ما وصلت الروح للحلقوم حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. ولذلك العلماء قالوا يا جماعة، قالوا لا تقبل التوبة في حالتين فقط: إذا بلغت الروح إلى الحلقوم، في الحالة دي لا تقبل توبة، لأنه خلاص هو شاف دلوقتي الملائكة وهي نازلة من السماء، شاف الحقيقة قدام عينيه واضحة. فبالتالي ما دمت أنت في أصبحت الآن شايف حاجات من عالم الغيب ربنا أطلعك عليها وأنت في بداية السكرات، ما ينفعش يقبل منك توبة لأنك شفت الحقيقة كاملة. إنما كان الأصل فيك أن أنت تؤمن بالغيبيات. ربنا أثنى على أهل الإيمان والتقوى في أول سورة البقر، قال: الذين يؤمنون بالغيب. والحالة الثانية عند طلوع الشمس من مغربها، يعني الشمس بتشرق من المشرق، لا في وقت معين ستشرق الشمس من المغرب، خدوا بالكم. في الوقت دوت لا تقبل توبة الإنسان العاصي ولا يقبل إيمان الإنسان الكافر، يختم على أعمال العباد. ربنا يحفظنا يحفظكم يا رب العالمين. قال جل وعلا في الحديث الآخر الذي رواه البخاري، حديث قدسي، قال جل وعلا، خد بالك الحديث ده أنا لما بقرأه والله العظيم أقسم لكم بالله بحس إن جسمي بيأشعر، مش متخيل إن في حديث زي ده يتقال. شوف ربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى لما بقرأ الحديث ده، بقول: ما أحلم الله. ربنا حليم بالعباد بشكل يعني بشكل لا يخطر على قلب بشر. يعني سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، شوف لو ان انسان ظلم من انسان، شوف لما بيتمكن منه بيعمل فيه ايه. شوف بقى ولله المثل الاعلى، الله الرحيم، الرحمن الرحيم سبحانه الذي قال: ورحمتي وسعت كل شيء. بيقول ايه سبحانه وتعالى؟
شتمني ابن آدم. والله أنا بتكسف وأنا بقرأ هذا الكلام. شتمني، قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري بيقول شتمني ابن آدم. سبحانك يا رب، يا رب ده أنت قادر يا رب تخسف بالأرض كلها وبمن على الأرض ولا تكون ظالما لنا أبدا، لأن أنت اللي خلقتنا يا رب العالمين، ومع ذلك ربنا بيحلم على الناس. هل تتصوروا حضراتكم أن فاطر السماوات والأرض، يا ريت تستوعبوا النقطة دي بالله عليكم، فاطر السماوات والأرض اللي قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا سبحانه وتعالى اللي الأرض دي في يمينه والسماوات، مش ممكن حاجة لا تخطر على قلب بشر، ومع ذلك بيقول ايه؟ شوفه شايف ان في 6.5 مليار موجودين على وجه الارض، منهم 1.5 مليار مسلمين بعجرهم وبجرهم، يعني بالكويس ومش كويس فيهم، يعني سبحان الله، ده المسلمين نفسهم انقسموا ل73 فرقة كما اخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، اللي قال ستفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على مثل ما انا عليه اليوم انا واصحابي. تخيلوا حضراتكم لما مسلمين 1.5 مليار منهم 72 فرقة في النار وفرقة واحدة في الجنة، وال5 مليار الباقين بيكفروا بالله بل ويسبوا الله ليل نهار، ومع ذلك الله يحلم عليهم ويرزقهم ويعافيهم ويغنيهم وأوليهم. شوف رحمة ربنا عامل ازاي، حاجة لا تخطر على قلب بشر. فربنا بيقول على الناس دي بقى، الناس اللي مش معترفة بالآخر، الناس اللي بتكفر بيه ورازقهم مركبهم عربيات ومعيشهم في فيلل ومديهم الصحة ومديهم الأزواج والأولاد ومديهم المناصب ومديهم كل دوت، ومع ذلك بيسبوا الله سبحانه وتعالى. ودائما بقول حبيبي لا يعصى الله إلا بنعم الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قال جل وعلا شتمني ابن آدم، لولا أن أنا عايز أوضح والله العظيم ما كنت عايز أقرأ الحديث ده. شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني. يا خبر أبيض على حلم ربنا سبحانه وتعالى. طب ما يا رب ما أنت قادر تخسب بيه الأرض اللي شتمك ده، قادر تخسب بيه الأرض اللي كفر بيك ده، ورغم ذلك ربنا بيحلم عنه. لعله وعسى يمكن حد فيهم يؤمن، يمكن اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا هو الله، هذا هو الله سبحانه وتعالى. شوف مع فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، عشان ما حدش فيكم برضو يئس من رحمة ربنا، ما حدش فينا من عصاة المسلمين وإحنا كلنا عصاة، ما حدش فينا قال أنا ربكم الأعلى. يعني ممكن تكون في معاصي بيبص كده ولا بيشرب دخان ولا بيشرب مش عارف إيه ولا بيعمل كذا، وقادر في لحظة يقول يا رب تبت إليك، يقول لبيك عبدي قد غفرت لك وأبدلت سيئاتك إلى حسنات. ومع ذلك المولى عز وجل في اللي بيسبوه وبيكفروا بيه بيقول شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني. طب شتمك إزاي يا ربي وكذبك إزاي يا ربي؟ رح موضح. قال أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. الله. وأما تكذيبه إياي فقوله ليس يعيدني كما بدأني. بيمكن ايه؟ اليوم الاخر، هو كلام بتاعنا له ايه؟ بتاع البعث والنشور. في ان تكذيب الانسان لربنا سبحانه وتعالى قوله ليس يعيدني كما بدأني. قال جل وعلا وليس اول الخلق بأهون علي من اعادتي. الله اكبر. قولوا لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث في الحديث في البخاري ومسلم ان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيخبر عن رجل من بني اسرائيل عمل حاجه كده غريبه جدا، لكن هتشوف الواقع اللي حصل ده، شوف كان عامل ازاي. الرجل دوت رجل كان موحد على فكره، ما كانش كافر يعني، كان من بني اسرائيل لكنه كان موحدا، بس كان مصرف على نفسه قوي، تقريبا ما سابش معصيه ما عملهاش ما عدا الشرك، فاصرف على نفسه كثيرا. وبعدين كان ليه اولاد، واضح ان هو كان رجل غني واكرم اولاده وعيشهم احلى عيشه. فلما اصرف على نفسه كثيرا وحضرته الوفاه، يعني خلاص كده ايه، في المرض اشتد عليه وحس انه قرب يموت، فجمع اولاده وقال اي ابنائي اي اب كنت لكم
أنا كنت بالنسبة لكم إيه؟ قالوا خير أب، قال غير أني ما فعلت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا ما قالش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كانش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ده كان في بني إسرائيل. قال غير أني ما فعلت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله. يا رب اجعلنا من أهل التوحيد يا رب. فإذا أنا مت، خد بالك بقى، فأضرموا لي نارا، وده اللي بيعمله النهاردة بعض الهنود، لما حد يموتهم بيحرقوه لحد ما يبقى رماد ويحطوه في إزازة، والواحدة من دول مثلا جوزها يموت تحرقه وتاخد شوية رماد تحطهم في إزازة وتحط الإزازة جنبها جوزها حطها على الشفونيرة مثلا ولا بتاع. حاجة عجيبة جدا، ليه؟ لاعتقادهم بأن الراجل ده في يوم من الأيام لما يبعث يبعث بقى وهي جنبها كده ما يروحش بعيد يعني، خد بالك. سبحان الملك. فقال هذا الرجل فإذا أنا مت فأضرموا لي نارا، ولعوا نار ضخمة كده، ثم ضعوني في تلك النار حتى إذا ما صرت فحما فاسحقوني وذروني مع الريح على الجبال والأنهار والوديان. أول ما بقى فحمة كده امسكوني كده وبدروني كده زي البودرة كده، وخدوا البودرة دي كده قسموها بقى، ولد يطلع يرمي شوية فوق الجبل ده، والتاني يرمي شوية في البحر، والتالت شوية في الأرض، والرابع في المكان الفلاني. وزعوا كل حتة في مكان أو كل شوية في مكان. فلئن قدر الله أن يجمعني ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. خد بالك، هذا الرجل واضح من سياق الحديث أنه لا ينكر البعث ولا ينكر قدرة الله على بعثه، لكن هو كل ما في الأمر أنه وصل الخوف من قلبه أنه عايز يهرب، وصل الخوف في قلبه من ربنا سبحانه وتعالى أنه عايز يهرب. يعني بيقول يا رب أنا مكسوف قبلك، أنا خايف تجمعني وتوقفني بين إيديك وتسألني عن كل الذنوب اللي أنا أصرفت فيها دي والعملات دي كلها، فأنا يا رب خايف، فأنا بتصرف تصرف على قد عقلي، وعقلي سقني إلى حاجة غلط، لكن أنا لا أنكر البعث ولا أنكر قدرة ربنا علي سبحانه وتعالى. فبيقول لئن قدر الله على أن يجمعني مرة أخرى ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فأولاده عمل بسيطه، مات الرجل حرقوه حد ما صار فحم، عملوا بودرة وزعوه على كل حتة، لكن الذي بدأه أول مرة يعيده. الله أكبر، الله أكبر، يعني فعلا يعني الله على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فقال جل وعلا كن فكان، أمر البحر أن تخرج ما فيها، أن يخرج ما فيه، والأرض تخرج ما فيها، والجبال والوديان والسهول، أمر كل حتة أنها تطلع الجزء اللي كان فيها من الرجل ده، فاجتمع فصار رجلا أمام الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا عبدي، خد بالك مع قصي النبي عليه السلام اختصر لنا كل ده في حديث رواه مسلم، حديث إعجاز. قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، لا لشكلك ولا لقوتك ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله، فربنا مطلع على قلب الرجل ده وعارفه بيعمل كده ليه، وعارف يقين أنه ما بينكرش البعث ولا بينكر قدرة ربنا، لكن بيسأله سؤال، بيقول له عبدي ما حملك على ما صنعت، إيه اللي خليك تعمل كده؟ قال له خشيتك. والله يا رب أنا ما أنكرتش حاجة. شوف اللفظ اختصر كل ده في كلمة واحدة، اختصر كل حاجة في كلمة واحدة. ما قالوش يا رب أصلي أنا كنت حاسس أن أنا ممكن برضو لو يعني حصل كده فمش هتجمعني تاني فأبقى خلاص أنا فات من الحساب ومن الآخرة، إنما قال له إيه؟ قال له خشيتك. وده أكبر دليل على أن هذا رجل لم ينكر قدرة ربنا على بعثه مرة تانية، قال له خشيتك، فغفر الله له وأدخله الجنة. شفت الثلاث أحاديث دول لما تجمعهم تديك نتيجة عظيمة جدا، أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. واحد يقول لي طب إيه الحكمة من البعث والمعاد؟ ليه ربنا ما خلناش نعيش في الدنيا كده، يعني نعيش وقضيها كام يوم كده وبالسلامة وخلاص، يعني والدنيا تعدي يعني ما فيش أي مشاكل، يعني واللي ظلم أدو خد نصيبه واتحكم عليه في محكمة ولا داخل السجن، ولا حتى ظلم فظلم ولا أي حاجة، واللي سرقه ممكن يكون اتسرق، واللي أكل فلوس، يعني الدنيا متقضية يعني وكما تدين وتدان. أقول لك لا، لأن في إنسان ظلم
وما حدش اختص منه، وفي انسان اتظلم وما خدش حقه في الدنيا، وفي انسان ظلم ومحدش اختص منه، وفي انسان عاش الفقر الشديد واتحرم واتبهدل ولسه ربنا ما عوضوش، وفي انسان عاش الغنى وطغى وبغى ولسه ربنا ما حاسبوش. فلابد من يوم يتحاسب فيه كل انسان. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. كل تفيد العموم، لان ربنا قال للنبي عليه السلام: انك ميت وانهم ميتون. وقال له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يبقى توفية الأجور فين؟ يوم القيامة. فلابد من يوم ربنا يجمعنا فيه كلنا علشان يقتص بقى، ويبقى فيه قصاص وفيه عدل وفيه محكمة العدل الإلهية. ده حتى الدواب يا جماعة عزكم الله، الله عز وجل يختص للشاة الجماء من الشاة القرناء. الشاة لها قرون فنطحت شاة تانية ملهاش قرون، فيوم القيامة ربنا يبعثهم فيخلي اللي ملهاش قرون يطلع لها قرون، واللي ليها قرون ما يبقاش ليها قرون، فيخلي دي تنطح التانية وتاخد حقها. ثم يقول جل وعلا: كونوا ترابا. في الوقت ده يتمنى الكافر أن يكون ترابا، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. لو قلت له في الدنيا أعزكم الله، لو قلت له أنت حيوان ممكن يقتلك، في الآخر يقول: يا رب يا ريتني أكون حيوان عشان أكون تراب وأخلص وروح، أي ما مش عايز أعيش تاني خلاص، لا عايز لجنة ولا نار. سبحان الملك، مع أنك أنت في الدنيا الأمور كانت أبسط مما نتخيل يا جماعة. ربنا ما كلفناش بحاجة صعبة قوي، ده ربنا قال: لا يكلف نفسا أو لا تكلف نفس إلا وسعها. يعني والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفس إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، في سورة الأعراف. سبحان الله، ربنا ما يكلفش حد إلا على قدره. الصلاة الخمس دي هدوء مناسبة لكل الخلق، المريض والصحيح والسليم واللي ما بيشوفش واللي بيمشي واللي مش بيقدر قادر يمشي، صلي وانت واقف مش قادر، وانت قاعد وانت مضطجع مش قادر تتوضأ اتيمم، ربنا يصلي كل حاجة كل حاجة. مسافر تجمع بين الصلاتين وتقصر وتجمع الضرورة وهكذا. دنيا جميلة ودين سهل ويسير جدا جدا، واللي يكلكع دين ما هوش فاهم دين. اللي يكلكع لك الدين ده، دين ده ما فيش أبسط منه ولا أجمل منه. ولقد يسرنا القرآن للذكر. الذكر هنا مش مجرد بس الحفظ، الحفظ والتطبيق عشان تطبق القرآن وتعيشه وتحفظه سهل جدا، ربنا يسره. الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. شو قد إيه؟ فسددوا، يعني خلوا الأمر كده على السداد، وإيه 100%. طب مش قادرين يا رسول؟ قال: وقاربه. شفت الدين جميل إزاي؟ قال: مش قادر تسدد يبقى قارب، زي ما تنشن كده على الهدف. أدي الكاميرا قدامي ماسك أنا مثلا نبلة كده ولا بتاع وبنشن عليها، فبينك على الأقل لو معرفتش تجيب على العدسة بالظبط خليها جنبها كده بخمسة سنتي. مش العدسه هنا او انا منشن ام جايب المصور اللي قاعد هنا، يعني واخد بالك؟ ابانا كده يعني عندي حاجه مش مظبوطه. فقال لك ايه؟ فسدده، مش قادرين. قال لك: وقاربه. طيب الادله بقى، ولذلك ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم على ان يقسم على البعث. قال جل وعلا: زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. تعالوا نشوف مع بعض في عجاله سريعه بقى كده ادله البعث والنشور. هنتكلم النهارده، احنا قدمنا مقدمه عن الذين يمكنون البعث والنشور وعقابهم ايه والمشاهد الجميله اللي تحصل يوم القيامه في موضوع البعث والنشور. تعالوا نشوف بقى الادله على البعث والنشور، ادله جميله جدا في غايه روعه، وهنقولها بسرعه كده لان اخر عنصر هو اجمل عنصر النهارده هنتعايش معاه ان شاء الله. اللي هو ايه العنصر بتاع ايه؟ ان من ضمن الادله البعث والنشور ان ربنا خلانا نستدل على ذلك بالناس اللي ماتوا ثم احياهم الله. قول لي يا شيخ محمود، هو معقول الكلام ده؟ في حد مات ورجع تاني؟ والله، وهثبت لك بقى. انت عارف انا ما بقولكش كلمه الا من كتاب ومن سنه. في ناس ماتت، وخد بال حضرتك، وفي كائنات غير الانسان ماتت وربنا بعثها بعد موتها، وهم في الدنيا. وهم في الدنيا عندك دليل؟ عندي ادله كتير جدا هقولها لك ان شاء الله، وما فيش اي كلمه تكون خارج كتاب او سنه، وان كان من كتاب قران وإن كان من سنة يبقى حديث صحيح إن شاء الله. بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة من أدلة البعث والنشور، سلك القرآن في إثبات المعاد مسائل عقلية في غاية الوضوح.
أول حاجة إعادة الخلق أيسر من خلقه أول مرة. ولله المثل الأعلى، لو واحد صنع الترابيزة دي والترابيزة بعد كده كسرت، هل صعب على اللي صنع الترابيزة أول مرة إنه يعيد تصنيعها مرة تانية؟ أبدا، سهلة جدا جدا. واحد صنع كاميرا فالكاميرا دي باظت، هل صعب إنه يعيد الكاميرا دي؟ لا طبعا، ده أسهل من صنعها أول مرة، لأن في صنعها أول مرة حاول يخترع ويشوف مدى العدسات والحاجات والتوصيلات ومش عارف إيه والكلام ده كله والتقريب والتبعيد، فوصل لكل الاختراع ده كله. ثم بعد ذلك حصل إن الكاميرا كسرت، يقدر يعيدها مرة تانية. كذلك ولله المثل الأعلى، فربنا سبحانه وتعالى لما يخلق شيء ويعيده مرة تانية ما فيش أيسر من كده. قال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال جل وعلا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تعالوا نكمل مع بعض أدلة البعث والنشور، لكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنقول أسماء الاثنين اللي فايزين الأسبوع دوت بموسوعة القصص الإسلام، ودي الموسوعة جديدة ربنا ينفعكم بها رب العالمين ويحفظكم. الفايز الأولاني الأستاذ محمد صفوت جمال الدين، الأستاذ محمد صفوت جمال الدين. والفائزة الأستاذة نادية محمد عبد الحليم محمود، الأستاذة نادية محمد عبد الحليم محمود. سؤال الأسبوع دوت إن شاء الله، وبرضو هيكون الجائزة أول اثنين هياخدوا موسوعة القصص الإسلامي. من الذي سيقتل المسيح الدجال؟ رقم واحد موسى عليه السلام، رقم اثنين عيسى عليه السلام، رقم ثلاثة نوح عليه السلام. بترسل رسالة قصيرة SMS برقم الإجابة الصحيحة على الرقم التالي من اليسار 95530، أقول لك الرقم تاني 95530، بتكتب حرف جيم وتترك مسافة وتبعت الإجابة الصحيحة، وبنختار أول اثنين فايزين إن شاء الله ويكونوا هم اللي فايزين الأسبوع دوت بموسوعة القصص الإسلامي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجمعنا وإياكم على خير. تعالوا نكمل مع بعض قصة النهاية، الحلقة رقم 5 والأخيرة في التمهيد لشرح علامات الساعة الصغرى. قلنا من أدلة البعث والنشور، قلنا أول حاجة إعادة الخلق أيسر من خلقه أول مرة، ودينا مثل بسيط ولله المثل الأعلى. حد صنع حاجة مثلا، صنع عربية، العربية دي عملت حادثة، هل صعب انه يصنعها مرة تانية؟ ابدا، ده هو اول مرة بتصنع بتبقى اصعب. ورغم ذلك المولى عز وجل بيوضح انه لا شيء صعب عليه سبحانه وتعالى، لا في الاول ولا في الاخر. قال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. امر بسيط جدا جدا، يعني ايسر مما تتخيله. قل يحييها الذي انشأها اول مرة سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية إخبار العليم الخبير بوقوع يوم القيامة. إيه أدلة البعث والنشور؟ إن إعادة خلق الإنسان أيسر من خلقه أول مرة، ومفيش فرق، مفيش حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى أيسر ولا مش أيسر، لأن كل شيء يسير على ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية إن الله جل جلاله سبحانه وتعالى هو اللي قال كده، قال في يوم قيامة، خلاص الموضوع منتهي، مش محتاج أدلة خالص بالمرة. مدام ربي جل وعلا سبحانه وتعالى هو اللي قال، ومن أصدقه من الله قيلة، ومن أصدقه من الله حديثة، لما ربنا قال إن في يوم قيامة خلاص الموضوع منتهي، مش محتاج بقى تقول لي وأدلة الكتاب والسنة، هو ربنا قال خلاص الموضوع منتهي. ومع ذلك أذكر لك بعض الأدلة ببساطة شديدة. المولى عز وجل أحيانا يذكرها مؤكدا ذلك بإن أو بإن واللام. قال جل وعلا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. وقال جل وعلا: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وفي مواضع تانية ربنا بيقسم على إن القيامة جاية، الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وفي بعض المواضع يأمر رسوله بالإقسام على ذلك، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما كنتم تعملون أو لتنبؤن بما عملتم. يبقى إذن المولى عز وجل مدام أخبر إن في يوم قيامة يبقى في يوم قيامة. ده الدليل الثاني. الدليل الثالث الاستدلال بإحياء الأرض بالنبات. الأرض بتكون ميتة،
في حالة جذب وقحط والطمي كده مشقق والدنيا ضايعة ومفيش نقطة مية، يقول لك والزرع مات و وفجأة ينزل المطر. أول ما ينزل المطر تبتدي كده تشم ريحة الإيه؟ ريحة المطر على الأرض، وتبتدي الأرض يحصل فيها إيه؟ تدب فيها الحياة، الجذور تتظبط، تبتدي تطلع السقان، تبتدي السقان تورق تطلع الثمرات وهكذا، فيحصل ايه؟ يحصل احياء للارض بعد ما موتها. قال جل وعلا: وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. خد بالك، فبيستدل بذلك على الاخره، ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير. يبقى كأنها صورة مقربة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيحيي الأرض بالمطر فقادر يحيي الإنسان مرة تانية بعد موته. ولذلك هو في طريقة إحياء أو إعادة الإنسان مرة تانية، لما هنيجي نذكرها إن شاء الله بقى يوم القيامة بقى في مسألة النفخ في الصور والكلام ده كله وتناثر الأرواح في السماء وإقسام المولى عز وجل، حينما يقسم يقول: وعزتي وجلالي لا يرجعن كل روح إلى جسدي. بقى إيه بقى إيه؟ من خلق آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. شوف حضرتك كل 100 سنة تقريبا شوف كم مليار موجودين على وجه الأرض، وبعد 100 سنة مليارات تانية تيجي، وبعد 100 سنة مليارات تانية تيجي، كل المليارات دي كلها تتجمع في مكان واحد، والمولى عز وجل يأمر إسرافيل فينفخ في البوق وفي كل الأرواح بتاعت الناس من آدم عليه السلام إلى يعني إلى آخر واحد خلق في هذه الدنيا. وأرواح إيه؟ مش أرواح الإنس بس، الإنس والجن والملائكة والطير والوحش. ويقسم الحق جل وعلا: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسدي. خد بالك بقى، قبلها مباشرة ربنا سبحانه وتعالى يرسل مطرا ينزل من تحت عرش الرحمن، تنزل نقطة المطر على عجب الذنب أو عجب الذنب. عجب الذنب ديت هي القطعة الفقارية اللي في آخر العمود الفقري، اللي هي قد حجم العدسة، حجم العدسة كده أو حجم الفول. شوف قد إيه الحتة الصغيرة دي اللي فضل من البني آدم، البني آدم كله الدود كله وساب الحتة دي، دي الحتة الوحيدة اللي الدود ما عرفش ياكلها أبدا، وكل الجسم يتحول إلى تراب وغير ذلك، لكن الحتة دي تفضل زي ما هي. فينزل المطر، نقطة من المطر تنزل على الحباية ديت، فيبتدي من الحباية ديت ينبت عظم الإنسان، العظم بتاعه بالظبط، وبعدين على العظم يبتدي ايه؟ اللحم، وبعدين يبتدي على اللحم الجلد، وبعدين الشعر، وبعدين الملامح، وبعدين بلا قادرين على ان نسوي بنانة، حتى بصمات صوابعك هيرجع لك مرة تانية. ما توحد المولى عز وجل، لا إله إلا الله. شوف قدرة ربنا التي لا تحدها حدود، بيقول لك ده أنا مش هرجعك أنت وبس، ده أنا هرجع لك بصمات صوابعك، واعمل فيش وتشبيه قبل ما تخش قبرك وحطه معاك كده في كيس، ولما تجيني يوم القيامة يتعمل لك فيش وتشبيه تاني، ده مجازا يعني، هتلاقي نفس البصمة لا تختلف حتى يعني بخط واحد يكون متغير، ما يحصلش. قدرة المولى عز وجل سبحانه وتعالى. قال لك رابع حاجة من الأدلة على البعث مرة أخرى، الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى. احنا بنشوف في الدنيا ناس بتتولد وناس بتموت، أسماك بتطلع وتتولد وأسماك بيصطادوها ويأكلوها، حيوانات بتتولد وحيوانات بتموت وهكذا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، فربنا بيقول له: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أنت بتقول هو أنا لو مت سأبعث مرة تانية؟ هو أنت مش فاكر يا إنسان أن أنت أصلا ما كنتش حاجة فربنا خلقك؟ طب واللي خلقك من العدم، خد بالك بقى شوف الإعجاز، ربنا خلقك من العدم. ولذلك الناس الغلابة اللي قالك واستنساخ بقى وعملنا خلق آخر، قالك لا، ده الاستنساخ ده انه خد الخلية دي وعمل عليها استنساخ، لا، ده الاعجاز مش في ان انت تستنسخ من خلية، ده الاعجاز ان انت تخلق الخلية نفسها، صح كده؟ فربنا بيقول له انت مستغرب ليه ان انا هرجعك مرة تانية؟ اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فاللي خلقك من عدم ثم اماتك اليس من اليسير ان يعيدك مرة اخرى؟ بلى سبحانه على كل شيء قدير. رقم 5، الاستدلال بنوم الإنسان والحيوان والاستيقاظ. النوم بيسموه حياة، بيسموه ميتة صغرى، والاستيقاظ حياة صغرى.
ثم بعد ذلك الموت الحقيقي بقى بيبقى موتة كبرى، ثم البعث يوم القيامة بعث أو حياة كبرى يرجع مرة تانية. فربنا بيقول إيه؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل. يتوفاكم بالليل، الوفاة هنا بمعنى النوم، خد بالك. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، وبعدين لما تموت ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. الله، شفت قدرة ربنا سبحانه وتعالى؟ فبيقولك في الدنيا أنا بموتك موتة صغرى تنام، وبعدين أبعثك بعث صغرى حياة صغرى، وبعدين لما تموت بقى ده الموتة الكبرى بقى، وبعدين مرة تانية يبقى فيه بعث علشان تيجي يوم مرة تانية يوم القيامة علشان أحاسبك. ووضع الكتاب وفطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. رقم 6، وأنا فاضل لعنصرين، والعنصر الأخير ده أهم عنصر، الاستدلال بضرورة الجزاء في الآخرة. خد بالك من حاجة، زي ما قلت لك في أول الحلقة إن في ناس ظلمت وفي ناس اتظلمت وفي ناس عاشت في نعيم وغنى وفلوس وفخفخينة، وفي ناس يعني ما كانتش لاقية تاكل. فلابد أن يوفى كل إنسان ما يستحقه يوم القيامة. الظالم لازم يتاخد منه، والمظلوم لازم ياخد حقه، والفقير ربنا هيعوضه، والغني ربنا هيحاسبه. فلازم كل لازم يبقى في يوم، والا ده لو ما فيش يوم قيامه تبقى مصيبه. يبقى احنا نظلم في الدنيا وناس تتبهدل وناس تترمي في السجن ظلم وناس يتاخد حقها وناس 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 تظلم وتبغى وتطغى وتغتني وتملى بطنها بالحرام ثم لا يكون يوم حساب، تبقى أكبر مصيبة. ده يبقى الدنيا دي ما فيش حكمة فيها من وجودها أصلا بالمرة. إنما لابد أن يكون هناك حكمة من الوجود ثم حكمة من البعث يوم القيامة، والله حكم عدل جل جلاله. فربنا بيقول إيه؟ بيقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يبقى لازم يكون في حياة أخرى ولازم يكون في بعث عشان نحاسب على كل حاجة. آخر نقطة اللي أنا شوقتكم ليها في أول حلقة اللي هي إيه؟ من الأشياء التي نستدل بها على البعث يوم القيامة، إن في كائنات سواء من الناس أو من غير جنس الإنسان، في كائنات ماتت موتة حقيقية، مش موتة يعني صغرى يعني ناموا، لا، موت حقيقي، وربنا بعثهم مرة تانية. وفي ناس ربنا ألقى عليهم النوم مش الموت 309 سنة فلم تتغير أجسادهم ثم دب فيهم الحياة مرة تانية فرجعوا ثم أماتهم بعد ذلك. هذكر لكم في عجالة سريعة كده 8 أمثلة في غاية الروعة والجمال اللي في الدنيا دي كلها على إن في ناس وفي كائنات كانت ماتت وربنا أحياها مرة تانية. طيب ده هم ماتوا في الدنيا وربنا أحياهم في الدنيا مرة تانية، ثم ماتوا ميتة كبرى موتة حقيقية بقى تانية، اللي هي الموتة بقى اللي ما قاموش منها لحد يوم القيامة، أليس الله بقادر على أن يبعثهم مرة أخرى؟ ده اداك نموذج كده صغير في الدنيا، مش أنت بتقول دول ماتوا؟ مات يعني خرجت الروح، الروح اللي خرجت ما بترجعش تاني، مش ده كلام الناس؟ قال لك طيب أهو أمثلة، هي 8 أمثلة هديها لك على إن أنا هموت ناس أو هموت كائنات معينة قدام عينيكم، وبعد ما تموت هبعثهم مرة تانية عشان يبقى كده إيه تجربة قدام عينيك، يعني عشان توقن. مع إن الإنسان مدام ربنا قال يبقى في يقين في قلبي إن ده لازم يحصل. لما أحد السلف يقول والله لقد رأيت الجنة، والله لقد رأيت الجنة بعيني، فقالوا له رأيت الجنة؟ قال لهم والله لقد رأيت الجنة. قالوا كيف رأيت الجنة؟ قال رأيتها بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش النبي شاف الجنة ووصف لنا الجنة؟ قال لهم فلو رأيت الجنة بعين رسول الله أوثق عندي من إني أراها بعيني، لأن عين رسول الله ما زاغ البصر وما طغى، كما قال جل وعلا عين الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزيغ ولا تطغى، أما عيني أنا فقد تزيغ وقد تطغى. خدت بالك؟ شوف الثقة لدرجة إيه. طيب إحياء بعض الأموات في هذه الحياة الدنيا، تعال نشوف أول مثل قوم سيدنا موسى
لما قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، قالوا له مش هنؤمن بيك وبرسالتك وبديانتك ولا هنكون موحدين لله سبحانه وتعالى إلا لو خلتنا نشوف ربنا كده جهرا. طب الله، ده سيدنا موسى نفسه ما قدرش يشوف ربنا لما قال له ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وده كلام الله سبحانه وتعالى، رسول من أولي العزم الخمسة، ورغم ذلك ما قدرش يشوف ربنا لأن البصر غير مهيئ في الدنيا لرؤية المولى عز وجل، وإن البصر بيتبدل، تبدل الأول عند رؤية الملائكة عند السكرات، أنا الواحد اللي أشوف الملائكة اللي نزلين علي إما ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وأشوف ملك الموت واللي حواليا ما يشوفوش، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. التبدل الثاني، وبعدين بعد كده أنزل القبر وأشوف الملكين منكر ونكير. التبدل الثاني يوم القيامة أنظر إلى الجن والإنس والملائكة. التبدل الثالث والأخير في الجنة حينما أنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا لما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فربنا أخبر أنهم أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ثم بعثهم من بعد موتهم. قال جل وعلا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم، أظن اللفظ واضح، أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يبقى ربنا أمتهم لما طلبوا الطلب ده ثم أحياهم، وبيقول لهم اشكروا بقى، اديني امدتكم ثم احييتكم مره اخرى، واديتكم الفرصه ان انتم ما تكرروش الكلام ده تاني، وان انتم تتوبوا الى الله سبحانه وتعالى، وان انتم ترجعوا الى الله سبحانه وتعالى وتتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا موسى في ذلك الوقت. يبقى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، ده المثال رقم واحد. المثال رقم اثنين في بني اسرائيل على عهد سيدنا موسى عليه السلام، واحد قتل ابن عمه وبعدين خد الجثة ورماها قدام واحد جاره، فاتهموا الجار دوت، وبعدين قبائل بقى بتتهم بعضها، انتوا اللي قتلتوه، لا انتوا اللي قتلتوه، ودي تدفع الاتهام على ديت ودي تدفع، وكل واحد عمال يتهم التاني. فراح لسيدنا موسى فقال لهم طيب ربي سبحانه وتعالى امرني ان انتوا تذبحوا بقرة. قعدوا بقى يجادلوا، انت عارف بني اسرائيل بقى اليهود، خد بالك، قعدوا يجادلوا طيب البقره شكلها ايه، طب ما لونها، طب مش عارف ايه، فين وفين، وهم شقوا فشق الله عليهم، حتى ما في الاخر جابوا البقره التي وصفت لهم وذبحوها. فلما ذبحوها اصبحت البقره ميته، فربنا امر سيدنا موسى ان هو يامرهم ان هم يقطعوا حته لحم من البقرة الميتة فيضربوا بيها الرجل الميت، فلما تضرب ميت بميت الميت ده هيقوم مرة تانية يقول لك مين اللي قتله، تخيل، سبحان الله. فقلنا اضربوه ببعضها، ببعض البقرة بحتة منه، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. مسكوا حتة من البقرة قطعوها حتة لحم كده ومسكوها وجم عند الميت وراحوا ضربينه ضربة كده برفق، فقام الميت اللي هو المقتول اللي هو اتقتل، فقام، فقالوا من الذي قتلك؟ قال قتلني ابن عمي ثم مات مرة أخرى. فدي كانت دلالة عجيبة جدا على إن المولى عز وجل أهو أماته، ده اتقتل خلاص، وبعد ما اتقتل ربنا أحياه. وشوف إعجاز ربنا سبحانه وتعالى، اضرب ميت بميت فيحيا، خد بالك، فلما يحيى يقول لكم مين اللي قتله فيعترف، فكده ايه المشاكل اللي بين القبيلتين تنتهي لانهم يعرفوا مين اللي قتل، ثم بعد ذلك يموت مرة اخرى. ده كان المثل الثاني اللي شافوا الناس في حياتهم على ناس ماتت ثم احياهم الله عز وجل. المثال الثالث، اخبرنا المولى عز وجل عن الذين فروا من ديارهم وهم الوف خشية من الموت فاماتهم الله ثم احياهم. قال جل وعلا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خايفين من الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا قال ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الشاهد هو قول المولى عز وجل فقال لهم الله موتوا ثم، وثم تفيد التعقيب مع التراخي، يعني إيه؟ يعني قال لهم موتوا وبعدين ممكن يكون مثلا احياهم بعدها باسبوع او احياهم بعدها بشهر او بساعه او بساعتين ما تعرفش، لكن ما احياهمش في ساعتها، لان لو قال
فقال لهم الله موتوا وأحياهم، يبقى موتوا وأحياهم في ساعتها. إنما موتوا ثم أحياهم يبقى في وقت ما بين الموت وبين الإحياء مرة أخرى. ودي حاجات كده لطائف لغوية يعرفها طبعا علماءنا في النحو، ربنا يبارك فيهم. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. رقم أربعة، ربنا بيخبرنا عن عزير الذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها. قال جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها. قال، هم القرية دي كل اللي فيها كانوا ميتين، كل أهل القرية كاملة، قرية كاملة ميتين كلهم، وبعدين بقالهم سنين طويلة جدا، بقالهم قرون ميتين. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فربنا اداله تجربة عملية بقى، مش بقى هو يشوفها، لا غيره يشوفها. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. الله، ربنا موت العزير قد ايه يا جماعة؟ 100 سنة. 100 سنة. عزير كان معاه مين بقى؟ عزكم الله، كان معاه الحمار بتاعه وكان معاه الأكل بتاعه. كان ماشي كده وعزكم الله معاه الحمار بتاعه وحاطط على الحمار الأكل بتاعه. فمعدي على قرية كده ربنا أهلك كل من فيها من سنين طويلة جدا. فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ إزاي ربنا يحيي القرية دي كلها، كل الناس الألوف اللي ماتت دي كلها، إزاي ربنا يحييهم بعد موتهم؟ فربنا اداله مثال عجيب جدا. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وثم تفيد التعقيب مع التراخي، يعني في الوقت ما بين إمادته وما بين إحيائه 100 سنة. 100 سنة، خد بالك بقى، الحمار بتاعه أعزكم الله كان إيه؟ خلاص بقى فني وأصبح يعني يدوب كده شوية رماد كده ولا بتاع. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ ربنا سأله بقالك قد إيه؟ قعدت قد إيه؟ يعني هو كأنه بيقول له أنت كان مغمى عليك أو كنت غايب عن الوعي، بقالك قد إيه؟ وما عرفش إنه مات. قال: كم لبثت؟ فبص كده، كان الكلام ده مثلا إيه؟ في الصباح لما هو مر على القرية. فلما فتح لقى نفسه إمتى؟ وقت الغروب. فقال له: لبثت يوما أو بعد يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. الأكل بتاعك 100 سنة لم يتغير ولم يتعفن، مع أنه مر على الأكل ده دي يا جماعة 100 سنة. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. الحمار مرة واحدة ابتدى التراب يتحول إلى عظام، العظام تكسى لحم، اللحم يكسى عظم، وفجأة طلعت رموشه وحواجبه وعينيه ومش عارف إيه، وفجأة نهق الحمار فردت فيه الحياة. قال له إيه؟ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. أذكر آخر أمثلة كده في عجالة سريعة في الدقيقتين الفاضلين أو ثلاثة. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما طلب من ربنا يوريه كيف يحيي الموت، ربنا النبي سيدنا إبراهيم واثق طبعا وعنده يقين في ربنا، لكنه أراد أن ينظر بس ويرى كيفية الإحياء. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير، 4 طيور كده مختلفة، مثلا وزة وبطة وحمامة وفرخ مثلا، خد بالك. قال له: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. بقى يمسك في إيده الراس بتاعة البطة ويدعوها، فلو جات له الوزة ما تركبش فيها الراس، لازم البطة تيجي تاخد ايه؟ راسها. سبحان الله، فشاف الإحياء قدام عينيه. وبعدين عشان ما يبقاش فيه مثلا أي خضعة بتاع، لا ده أنت بنفسك اطلع حط الطيور دي على رؤوس الجبال، ثم ادعو الطيور تأتيك، وكل طير يخش على الراس بتاعته ويركب فيها ويعود إليه الحياة مرة أخرى. آخر 3 أمثلة في عجالة. سيدنا عيسى كان يصنع من الطين كهيئة الطير، ثم ينفخ في الطين فيكون طيرا بإذن الله، وكان يحيي الموتى بإذن الله. قال جل وعلا: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. أصحاب الكهف ضرب المولى عز وجل على آذانهم 309 سنة، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وقال جل وعلا: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، إلى آخر الآيات. وآخر حاجة،
آية موسى الكبرى وهي العصا الجامدة، العصا رماها اتقلبت حية قدامه ثم عادت الحية مرة أخرى عصا. قال جل وعلا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وقال جل وعلا فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. دي كانت بعض الأدلة على البعث والنشور. مرة أخرى من يوم السبت جاء حبيب قلب إن شاء الله نبدأ في شرح 94 علامة صغرى. أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وأن يجعلها أمانا وسخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصرنا يا رب العالمين. اللهم صب على مصر الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. اللهم ألف بين قلوب المصريين يا رب، ألف بين قلوب المصريين. اللهم أغث إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم. اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وعجل بنصرهم يا رب العالمين، ولا تزلهم لأحد أبدا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائكة